يا مساء الخير وسعادة على حضراتكم. بنتكلم عن برنامج كابيتانو، والبرنامج الحقيقة اللي أنا بشوفه من وجهة نظري كان حلم لشباب كتير موجودين في قرى مصر عايزين يلعبوا كورة. وإحنا شعب بنحب الكورة ونحب نشجع كورة ونحب نشوف لعيبة محترفة، فمسألة صناعة النجوم مسألة ما هياش سهلة، ويمكن كنا بنشوفها زمان بالكشاف، لكن دلوقتي في أكاديميات كتيرة للكورة، والأسر اللي حالها ميسور بتودي ولادها الأكاديميات دي الموجودة دي علشان يتمرنوا كورة. لكن إيه الحال في باقي القرى والنجوع والمراكز اللي فيها مواهب كتير جدا جدا الحقيقة، لكن مش بتوصل ومش بيتم تدريبها بالطريقة المفروض تتلقى بيها التدريب المظبوط علشان نصنع نجوم؟ ده مهم جدا، وده الحقيقة سر نجاح الكابيتانو. الناس يمكن اللي كانوا بيتابعوا البرنامج وشافوا قد إيه الولاد كان عندهم حافز كبير جدا 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 خلال البرنامج، كم المفاجآت اللي كانت بتحصل لهم هم نفسهم. أعتقد إنه لو حد فيهم كان اتقال له إنك هيحصل لك ده هتشارك في برنامج بالحجم ده، وكمان بس الفرصة مش في البرنامج، والفرصة مش في الخبرة والتعليم الكبير اللي خدوه من البرنامج، الفكرة كمان إيه اللي هيحصل بعد البرنامج. ودي النقطة المهمة الحقيقة، إنه يبقى عندنا كوادر ناشئة قوية يعتمد عليها محليا ودوليا. فرحتهم الكبيرة النهاردة كملت بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمباراة النهائية في البرنامج، والحقيقة إنه ده كان يعني شيء يعني في غاية الروعة، لأنه لما أحس إنه الدولة بتقدرني بالطريقة دي، الدولة بتدعمني بالطريقة دي، أنا مهم كده، كل لاعب موجود جوه البرنامج مهم علشان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر المباراه النهائيه، وده يمكن كان مطلب من مطالب الشباب على مدار البرنامج، وحلمهم النهارده اتحقق بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمباراه النهائيه. المشهد كان مبهج الحقيقه، ويعني زي ما حضراتكم كده شايفين بنستعرض معاكم وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور المباراه النهائيه في برنامج الكابيتانو. والمباراة النهائية كانت ما بين فرقتين، كابتن حمادة إمام وكابتن علي أبو جريشة، وزي ما كنت بقول لحضراتكم مش مهم مين يكسب، المهم إنه المواهب دي تحس إن هي بيتم دعمها، تحس إنه بيوصلوا، تحس إنه الأهالي اللي يشوف ابنه حريف وبيلعب كورة من صغره يحس إنه في يوم من الأيام الدولة هتكتشفه، أنا مش لازم أكون قادر مادياً علشان أقدر أمرن ابني ووصله. وإحنا عندنا الحقيقة على مر التاريخ طلع كم نجوم كورة من قرى ومن نجوع مشرفة. الحقيقة النهاردة كان يعني في كمان تواجد مكثف من قبل المسؤولين، كان هناك تواجد لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم بيتابعوا المباراة النهائية في بطولة كابيتانو مصر. وكمان كان هناك حضور للدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام السابقة، وكمان كابتن علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي السابق، وكمان شفنا كابتن مؤمن زكريا حبيبنا كلنا كان قاعد جنب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المقصورة الرئيسية لملعب الدفاع الجوي اللي كانت المباراة النهاردة بتقام فيه. مشهد رائع الحقيقة، برنامج مهم جداً أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والحقيقة إن الواحد بيشوف إنه ده مشروع قومي، مشروع قومي لصناعة النجوم، كان لابد يكون موجود الحقيقة، كان لابد إنه يكون هناك دعم من قبل الدولة للنجوم دي، لأنه لما الدعم بيقدم من الدولة بيكون في حالة من التكامل في الخدمات المقدمة للنجوم دي، وده المهم وده اللي اعتقد انه يفرق في صناعه النجوم دي. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن كواليس المباراه النهائيه النهارده في كابيتانو مصر. دلوقتي معانا على التليفون دكتور ماجي الحلواني العميد السابق لكليه الاعلام جامعه القاهره. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وطبعا يعني انا سعيده بوجود حضرتك معايا النهارده، واعتقد انه برنامج الكابيتانو هيفرق كتير مع الرياضه المصريه، وحضرتك طبعا يعني من اسره كرويه كبيرة وعارفة الرياضة زمان كانت عاملة ازاي ودلوقتي بتتغير تكون عاملة ازاي.
أكيد أنا سعيدة جدا بكلامك ووعيك وفهمك للموضوع، وفعلا ده مشروع يعني كبير جدا لمصر، قاده السيد الرئيس مع الشباب الواعد. وفعلا النهارده كان يوم جميل جدا بحضور سيادته طبعا، وشرف يعني انه ياتي للمباراه النهائيه، فده تكريم للشباب نفسهم اللي حسوا طبعا مدى يعني ان السيد الرئيس بيقدرهم ويشجع الشباب ويدعمهم، لانها كانت من فكرته يعني الحقيقه زي ما بنسمع دايما يعني. فانا بحييه، والحقيقه كان نفسي اقول له كلام كتير، بس طبعا الوقت ما اسعفش للجميع، لانه طبعا وراه مسؤوليات ومشغوليات كتيره، لكن كان يوم جميل جدا طبعا زي ما قلت. وطبعا على الشاشه جمهور المشاهدين شايفين كابتن علي ابو جريشه، طبعا قيمه وقامه رياضيه كبيره جدا، كان فريقه ضد فريق كابتن حماده امام الله يرحمه. عايزة أتوقف معاكي هنا يا دكتور ماجي، إطلاق اسم كابتن حمامة ده أمام على الفرقة والتخليد لذكراه، وقد إيه ده فرق مع حضرتك، شفتي ده إزاي؟ أكيد طبعا جميل، لأنه يتم تكريمه من خلال إطلاق اسمه على فرقة من فرق المجموعة الحقيقة. ويمكن حضراتكم شفتوا أن أنا بقدم برضو للسيد الرئيس كتابي أنا عاملاه عن إمبراطورية إمام الكروية، فأهديته له. وبأمل طبعا أنه يقراه يعني سيادته، وقلت له أن هي أول عائلة ويمكن آخر عائلة في العالم اللي فيها الجد اللي هو يحيى إمام، ثم الابن العميد حمادة إمام، ثم الحفيد حازم إمام، وكلهم كانوا كباتن مصر وكباتن نادي الزمالك. فكان فرصة جميلة إن أنا كان لي حظ إن أنا أديله هذا الكتاب اللي بيلقي الضوء على مسيرة هذه العائلة الكروية الجميلة يعني. صحيح يا دكتور، والرموز والأسماء واهتمامهم والاهتمام الإعلامي باللي حصل في الكابيتانو، حضرتك شايفة ده ازاي يفرق في نفسية اللعيبة اللي احنا بنتكلم ان احنا عايزين نصنع نجوم جداد في مصر من الجيل الجديد؟ لا جميل طبعا، يعني يمكن ما جاتش بس في طبعا في النشره، كمان الجوائز يعني الحقيقه كان طبعا السيد الوزير بقى وقف واداهم الجوائز مع مجموعه، يعني انا كنت من ضمنهم طبعا، وكابتن علي ابو جريشه وكابتن احمد حسن وكابتن محمود سعد، ويعني على اساس انهم اعطوا لكل ذي حق حقه يعني افضل لاعب افضل حارس مرمى زي بقى الفرق الكبيره بقى وكاس العالم والكلام ده الجميل يعني. فالجميع فرح يعني، يمكن فريقنا فريق حماده امام خسر لكنه فاز باكثر الجوائز من حيث احسن لاعب واحسن حارس مرمى واحسن هداف يعني. فالحقيقه كان في تنوع، طبعا الكاس الجميله بقى دي الكبيره فاز بيها فريق كابتن علي ابو جريشه وكابتن اليماني اللي هو المدرب القدير، وكابتن طارق السيد كان مدرب فريق كابتن حماد امام. فكانت ليله جميله او يعني يوم كامل جميل جدا مع الكباتن اللي واقفين طبعا، المدربين كلهم كابتن عبد الستار، كلهم قمم رياضيه الحقيقه موجوده. فالشباب لما يشوف مدرسه هذه القمم طبعا بيامل انه يكون زيها، وان شاء الله يبقوا افضل منها وافضل 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 باذن الله. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره ماجي الحلواني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نروح معاكم كده نشوف المواهب اللي موجوده جوه برنامج الكابيتانو، ونرجع بعد كده نكمل كلامنا. يلعب الكره لقدام، يغطي كويس قوي، عجبني قوي 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 عبد الرحمن مصطفى ابن الغربيه على نص الملعب اللي ما كويس قوي عبد الرحمن مصطفى. عبد الرحمن انا لفت نظري قوي كابتن طارق الباك ليفت رقم 3، شكله حلو في الملعب ولمسته جميله، ممتع ممتع. اتوقع لك يا ابني حاجه كويسه والله. عايز يعدي عبد الرحمن، عبد الرحمن انتشار كويس قوي، يدقى حلو قوي، يدقى كويس قوي ويعدي. يا ولد يا ولد عبد الرحمن، عبد الرحمن عبد الرحمن مميز في كل مكان. يا ولد يا ولد يا عبدو
دلوقتي معانا على التليفون كابتن علي ابو جريشه، نجم الكره المصريه والمنتخب المصري ولاعب الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق. مساء الخير يا كابتن، ومبروك الفوز النهارده. النور يا هدير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. والحقيقه انه برنامج الكابتن، وانا لسه كنت بقول، فرصه كبيره جدا 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 للولاد اللي ما عندهمش القدره الماديه انهم يدخلوا اكاديميات كوره، وما اعتقدش ان في اكاديميه في الدنيا تقدر توفر الخبرات اللي موجوده جوه برنامج الكابيتانو. حضرتك شايف ده ازاي؟ وشايف الجيل ده، انا اعتقد انه محظوظ جدا انه يعني يشوف كل القامات دي وتدربه ويدخلوا يعني برنامج زي كابيتانو. والله انا فعلا بايد حضرتك ان هم جيل محظوظ. سياده الريس سيسي راس الدوله نفسها مهتم بالشباب، مهتم بالرياضه، مهتم بتنشئه الشباب نشاه على مستوى عالي. فالنهارده اذا كان راس الدوله بتهتم كده، مؤكد يعني الكل هيهتم. فده شيء جميل، بيقدم لهم حاجه جميله، بيلعبوا على اعلى ملاعب، مستوى جميل، معاهم مدربين على مستوى عالي جدا، بيلعبوا تحت يعني نظر الجميع، تلفزيون بيذيع. النهارده بيكرمهم سياده الرئيس بوجوده النهارده في النهائي، فده حاجه يعني تشجع تماما الشباب ده انه يبدع ويؤدي بشكل جميل جدا، لانه الفرصه النهارده متاحه، لان كره القدم هي لعبه اصلا شعبيه، هي بتاعت الجميع، فما ينفعش يتحرم منها شباب لمجرد انه ما عندوش قدره ان هو يخش اكاديميه او يروح نادي خاص. لا، النهارده الدولة بتتيح للشباب ده فرصة على أعلى مستوى، بالعكس. والنهارده تكريم سيادة الرئيس ليهم كان حاجة مبهجة وحاجة جميلة جدا وأسعدت الجميع الحقيقة. طيب يا كابتن، عايز أتكلم معاك عن فرقتك وكابتن اليماني، وأنا عارفة إن كابتن اليماني صعب شوية وشديد وكان بيبان في التمارين مع الولاد، لكن ما شاء الله النتيجة واضحة يعني، ومبروك يعني وصلتوا للكاس يعني، ما شاء الله ألف ألف مبروك. لكن عايز أسألك عن المواهب اللي موجودة، وحضرتك يعني ياما خرجت مواهب من نادي الإسماعيلي وغيره لمصر كلها، كابتن أحمد فتحي، يعني ناس كتير جدا جدا حضرتك كنت سبب إنهم يكونوا موجودين. شايف النهاردة المواهب الجديدة اللي موجودة دي إيه اللي ممكن يخرج منهم؟ وإحنا لو بنتكلم عننا عايزين نصنع نجوم عالميين. هي يعني نواة النهارده بنتفرج على الحاجة، لكن دي يعني دي 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 موجودة على مستوى مصر، مش بس هنا في القاهرة، لا، على مستوى مصر. فدي عملية بنعمل عملية مسح للمواهب اللي موجودة، ومصر عامرة بالمواهب وبالنشئ الجميل. فدي طبعا لا، في مواهب كويسة جدا، وفي لعيبة عندها استعداد طيب جدا مع التدريبات والاهتمام الدولة. اعتقد انه لا، دي 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 حاجه جميله ومبشره، لان احنا ما كناش عندنا الامكانيات دي واحنا بنلعب. يعني ما جالناش الظروف دي ولعبنا من بدري كده، والدوله كانت مهتمه يعني مهتميه قوي. النهارده في رعايه من اكبر ناس، اكبر راس في الدوله، في رعايه وبحضوره النهارده الحقيقه الكل كان سعيد، لانه اذا كان راس الدوله مهتم بالرياضه اعتقد ان دي هتنعكس تماما على اللعيبه بشكل خاص والرياضه بشكل عام. صحيح. من وجهه نظرك يا كابتن، شايف النشأ ده محتاج ايه كمان علشان نشوف جيل جديد من المبدعين كرويا؟ والله محتاج ان طبعا يعني الرعايه، ودي متوفره، انا زي ما انا شايف كده يعني متوفره. المحتاج طبعا ان المدربين اللي موجودين طبعا بيعملوا لهم برامج معينه، بيظبطهم بتكثيف لعمليه التدريب، الانتقاء ما يبقاش على مستوى مصر، بالعكس انا شايف في الربوع الصعيد والمواهب كلها في الحتت بعيده قوي، ممكن ما عندهاش فرصه تظهر في التلفزيون قوي. فاتمنى يبقى نسلط الضوء على المواهب اللي بعيده عن القاهره، يعني اللي موجوده في المحافظات، لان المحافظات عامره، والصعيد ومنطقه القناه عامره بالناشئين اللي على مستوى. فبالتالي احنا يعني مصر طول عمرها ولاده وكده، فاحنا النهارده لازم نوصل لهم، يعني ما نبقاش احنا اللي نوصل لهم ونروح هناك ويبتدي تعمل لهم نفس النظام اللي معمول هنا بشكل يعني الجميل ده،
وبالتالي اعتقد ان في الاخر هيطلع بمحصله كويسه جدا، لان مصر طول عمرها عندها الامكانيات، عندها المواهب وعندها الامكانيات الكويسه. طيب كابتن، من وجهه نظرك المجموعه اللي اشتركت في الكابيتانو، ايه اللي جاي بالنسبه لهم؟ ايه اللي المفروض يعملوه بعد الكابيتانو؟ لازم نستمر في الاهتمام بيهم، ما يبقاش لمجرد يعني لازم نستمر في الاهتمام بيهم، لازم يبقى في تدريبات على اعلى مستوى مكثفه. طبعا لما بيكبروا اعمارهم السنيه انت بنختار افضل العناصر اللي موجوده، والغرض من دي انك يعني بنختار والمدربين بيختاروا افضل العناصر اللي موجوده، وبالتالي بيتم تجهيزهم على اعلى مستوى. احنا مقدمين يا كابتن تقريبا 140 لعيب لانديه مصر والعالم، فهل حضرتك مثلا شايف ان هم المفروض يسافروا بره يلتحقوا هنا بالنوادي؟ والله افضل، لان ده المشوار الطبيعي ليهم. لازم يبقى في ويتوزعوا على الانديه، وليه لا؟ يعني ايه المشكله؟ لان احنا يهمنا قوي ان حتى المسابقه المحليه بتاعتنا تبقى على اعلى مستوى عشان تقدر تفرز لعيبه للمنتخب، فبالتالي ايه ليه ما يتمش توزيعهم على الانديه؟ انا شايف كده. وبعد كده يبقى في اللي هيجتهد منهم قوي ممكن جدا يحترف بره. صح. يعني ما هياش بعيده قوي، لكن الرعايه موجوده والعنايه موجوده، واعتقد ان مصير اللعيبه دي لازم هيتوزع على الانديه، وبحيث ان الانديه يبقى عندها فرصه انها تستفيد من المواهب اللي موجوده دي. فاتمنى ان هم ما يبقاش عمليه في اهمال بعد كده، لا لازم يبقى في متابعه ولازم يبقى في تدريبات، اللعيبه المميزين منهم اعتقد هيفرضوا نفسهم. صحيح يا كابتن، لانه تم تدريبهم وتم تقديمهم كمان اعلاميا بشكل كبير جدا جدا من قبل برنامج الكابيتانو، فده شيء كان مهم جدا. لكن زي ما حضرتك قلت يا كابتن علي، الاستمرار بعد كده والتمرين المستمر وانهم يلتحقوا بالنوادي ده شيء مهم جدا. انا اتشرفت ان انت كنت معايا يا كابتن علي ابو جريشه، فاكهه الكوره المصريه. شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، ويعني بشكرك شكرا جزيلا، وببارك لك وببارك لكل صناع برنامج الكابيتانو. طيب هنروح مع حضراتكم نشوف موهبه تانية، احمد عبد الفتاح داخل برنامج الكابيتانو، وبعد كده نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج التساع. خليكم مستنين. راح لا كويس احمد عبد الفتاح ابن اسكندريه، هو كان افضل اللعيبه اللي موجودين في المباراه. الكره اللي احمد شالها ودي كانت صعبه جدا، تكنيك اللي شال بيه الكوره اكبر من سنه. عبد الفتاح بتشيل الكرات، راح اللي راح عبد الفتاح، شال الكوره منع الخطوره. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة إنه العمل الخيري والأهلي في مصر شيء راسخ وقديم، وكل الناس على اختلاف طبقاتها الاجتماعية واختلاف مستواها الاجتماعي واختلاف دخلها بتروح بطريقة فردية تعمل خير. وكان عندنا في وقت من الأوقات يمكن حالة من التنافسية السلبية ما بين الجمعيات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني، وأول ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2022 عام للمجتمع المدني، أعتقد أنه كان أولى مطالب مؤسسات المجتمع المدني في الوقت ده أنه يكون في آلية ما للتنسيق ما بينهم، ومن هنا كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. والحقيقة أنه ده خلى الناس يبقى عندها حالة من الثقة في إنه تبرعي هيوصل للي يستحقه، لأنه كان في حالة كده من التنافسية السلبية زي ما بقول لحضراتكم، وجود لتكدس الحقيقة لجمعيات خيرية ومؤسسات مجتمع مدني في مكان ما، وشح في تواجدهم في أماكن أخرى، مستشفيات واحدة واثنين وثلاثة الأورام في مكان ما، وخلو أماكن ما من هذه المستشفيات. فالحقيقة إنه ما تحقق من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هو مسألة عدالة
توزيع التبرعات دي وانها توصل لمستحقيها، وده خلى الناس يكون عندها ثقه كبيره انه بلاش نشتغل بطريقه فرديه، لانه اكيد لما تشتغل بطريقه فرديه مش هتقدر توصل لكل الناس، ويمكن اصلا تكون بتتبرع في الحته اللي مش محتاجه هذا التبرع. خلينا اتكلم على حضراتكم عن مبادره مهمه جدا قبل شهر رمضان، ووقت مهم جدا للتكافل الاجتماعي اللي هو الحقيقه سمه مهمه جدا من سمات الشخصيه المصريه، هي مبادره كتف في كتف. دي مبادره لدعم اهالينا في كل حته في مصر قبل شهر رمضان، اطلقها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، والحقيقه انه هي من اكبر المبادرات للحمايه الاجتماعيه اللي موجوده دلوقتي في مصر. وزي ما بقول لحضراتكم كل سنه وانتم جميعا طيبين وبخير، واحنا بنستقبل شهر رمضان المبارك، مهم جدا مساله العطاء وان احنا ناكد على هذه المساله. ويعني ما شاء الله والشعب المصري دايما زي ما كنت بقول لحضراتكم على اختلاف المستويات، الناس كلها بتعمل خير والناس كلها بتشتغل، لكن العمل بطريقه نظاميه هتخلينا نوصل لكل الناس، هتخلينا مع هذه الازمه الاقتصاديه اللي مأثره على الكل بكل تاكيد نقدر قبل رمضان نتاكد انه باذن الله مفيش بيت في مصر يعني ترابيزته تكون فاضيه ما عليهاش اكل، نقدر باذن الله ان احنا نوزع كراتين الاكل دي لكل حته في جمهوريه مصر العربيه، وده اللي احنا محتاجين ان احنا نوصل له عشان نكون مطمئنين في بيوتنا ان اهالينا في كل مكان في رمضان فرحانين واحنا كمان نفرح معاهم. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن هذه المبادره. معانا دلوقتي استاذ محمد سيف النصر، مدير المكاتب التنفيذيه بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. مساء الخير على حضرتك، ويعني عايز اعرف كده وصلتوا لايه في المبادره، ونفهم الناس ازاي هذه المبادره كتف في كتف بتوصل لكل حتة في جمهورية مصر العربية علشان الناس تكون عارفة تبرعاتها رايحة فين، تكون عارفة آلية العمل. مساء الخير على حضرتك يا فندم وعلى السادة المشاهدين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وحضرتك ربنا يعيده علينا وعلى شعب مصر كله بالخير واليمن والبركات. يمكن احنا النهاردة كنا متواجدين في 16 محافظة بنقوم بتعبئة وتوزيع الكراتين على الأسر الأكثر احتياجا طبقا لقواعد البيانات اللي موجودة عندنا من كافة المؤسسات والجمعيات داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ويمكن أنا سمعت حضرتك يا فندم وحضرتك في المقدمة بتقولي إن التحالف الوطني وصلنا لفكرة إن احنا نكون متكاملين مع بعض، وإن تكون قواعد بيانات واضحة وواحدة نقدر إن احنا كلنا نشتغل عليها، ما تبقاش الخدمة بتروح لأسرة واحدة من مكانين مختلفين وأسرة تانية ما أخدتش أي حاجة خالص. وده يا أستاذ محمد بيبقى مسكن للأزمة لكن ما بيحلهاش. احنا عايزين نوصل لحلول نهائيه للازمات اللي بتواجه اهالينا الاكثر فقرا. احنا اهالينا الاكثر فقرا يا فندم في مصر كلهم تحت مظله الحمايه الاجتماعيه، احنا كلهم هنوصل لهم لغايه ابعد نقطه في النقط الحدوديه والمحافظات الحدوديه. يمكن احنا كنا موجودين لسه من 3 ايام بالظبط في محافظه جنوب سيناء في شرم الشيخ، بنروح لابعد نقط موجوده كافة محافظات مصر وكافة الأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر كلها المختلفة إلى أبعد نقطة هنوصل لها. النهاردة احنا كنا موجودين في أسوان، موجودين النهاردة في 16 محافظة بفعاليات مختلفة من خلال المؤسسات والجمعيات المختلفة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اللي بصراحة شديدة يا فندم خلينا نشيد فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي سهل كثير من عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تحت مظلته اللي يمكن عانت لفترات طويلة من الشغل على المستوى الفردي. ما كناش أول مرة نشوف شغل جماعي كده، كلنا بنشتغل النهاردة مع بعض، كلنا فعلا كتف في كتف. هي مش مبادرة، مش مجرد كلمة عادية، لا ده هو إحساس كلنا حاسين بيه، كلنا حاسين ان احنا لازم نكون متشابكين مع بعض عشان نقدر نوصل بالخدمة المميزة لأهالينا الطيبين في مصر كلها. طيب أستاذ محمد، ده إحساس كنتوا وانتوا شغالين في هذا العمل الأهلي التنموي، والحقيقة يعني بختوكوا بيه، إحساس الناس على الأرض
واصل لهم الاختلاف، واصل لهم مسألة انه بالتأكيد هو يعني المواطن الغلبان ده ما يفرقش معاه مين اللي جاي بيعمله الخدمة، المهم ان الخدمة توصل له. الأماكن اللي ما كانتش بتوصل لها الخدمات دي النهاردة وانتم موجودين، ردود أفعالهم إزاي؟ وإزاي مستقبلين مسألة إنه الدولة وصلت لهم وبيقولوا لكم إيه؟ يعني يمكن همهم أكيد هو استمرار وصول الخدمة دي ليهم. يمكن أنا مش قدامي شاشة دلوقتي، فمش عارف حضرتك شفتي المشاهد النهاردة في المحافظات ولا لأ، لكن خلينا اقول لحضرتك يا فندم ان المشاهد اللي حضرتك هتشوفيها في الشاشه دي اقل بكتير من اللي موجوده في ارض الواقع. خلينا اقول لك ان الناس في قمه السعاده وفي قمه الانبساط، خصوصا وهم بيتنافسوا الشباب المتطوع بيتنافس على خدمتهم بخدمه مميزه. واهم ما بيميز الموضوع قد ايه النهارده الشباب المتطوع في كافه الجمعيات داخل مظله التحالف الوطني هو حريص كل الحرص على انه يقدم خدمه ويوصل الخدمه دي لمستحقيها بالفعل. كل ده خلى الناس عندها حاله من حالات السعاده والرضا اللي يمكن هتلاقيها مرسومه على وشوش وجوه ناس كتير قوي من اهالينا. كمان النهارده المتطوعين عندنا في كافه الجمعيات والمؤسسات الاهليه دول كلهم يا فندم النهارده من داخل قرى ومحافظات ومراكز ومدن جمهوريه مصر العربيه. كلهم النهارده يا فندم بيساعدوا في كشوفات الحالات كلها المستحقه عشان احنا طيب استاذ محمد، انا وحضرتك بتتكلم عن المتطوعين الحقيقه، ودي من الحاجات المفرحه اللي موجوده فينا، وتاكد انه الخير فينا حتى ولو بنعدي بازمه اقتصاديه عالميه، لكن الناس بتتسارع انها تعمل خير. كل الناس بتسال ازاي نتطوع ونشترك في مبادره كتف في كتف، والناس كلها بتتكلم عن المبادره. تقول ايه للشباب اللي عايزه تشترك دي؟ انا فاهمه ان هو لازم يكون مشترك في مؤسسه للمجتمع المدني ويشتغل من خلالها. لا يا فندم، انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه النهارده كانت حاجه بتحصل لاول مره. النهارده كنا بنتلاقى اهالينا وشبابنا في كل مكان اللي مش متطوعين حابين ان هم ينزلوا ويكونوا متواجدين معانا ويشاركوا معانا، حابين ان هم يتطوعوا معانا ويتطوعوا في الجمعيات عشان يساعدوا اهالينا. وهي دي عظمه الشعب المصري اللي بتجسد كلمه كتف في كتف. كلمه كتف في كتف دي يمكن دايما اما حد حتى باللغه العاميه كده بيقول، ما واحد بيطلب من واحد خدمه فبيقول له رقبتي ليك، هي دي كلمه مش قليله، عشان احنا فعلا شعب كريم وشعب جدع وشعب مش هنسيب بعض. لا، احنا لازم نفرح رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتمر بيها العالم كله وبتمر بيها مصر، لكن احنا لازم نفرح. وباذن الله باذن الله رمضان هيكون شهر الخير علينا كلنا. فيما يخص اللي حابب يتطوع، كافة المؤسسات المجتمع المدني الداخل مظلة التحالف موجودة في كافة محافظات مصر. يقدر ان هو يتطوع من خلالها. احنا كمجلس الشباب المصري عندنا اكتر من 20 مكتب تنفيذي، يقدر النهاردة اي حد حابب ان هو ينضم لنا يتطوع بمجرد ان هو بيدخل على صفحة المجلس الرسمية وبيكتب ان هو حابب ان هو يتطوع. بتتواصل معاه الفرق الخاصة بعملية التطوع ووحدة المتطوعين، وبتبدأ ان هي بتاخده وتستلمه، وتبدأ ان هي كمان تأهله من خلال برامج تدريبية مختلفة. يقدر النهارده يكون كمان مش مجرد متطوع عادي، لا ده كادر يقدر ان هو النهارده يفيد البلد في اي موقف او في اي ازمة. طيب استاذ محمد، يبقى السؤال، هيحصل ايه يوم 17 في استاد القاهرة الدولي؟ مبادرة كتف في كتف، الناس منتظرة. هو في الحقيقة يا فندم اللي بيحصل ده ما حصلش في العالم قبل كده. ان احنا النهاردة نطلق مبادرة بتستهدف 4 مليون كرتونة هنوزعها على الاسر الاكثر احتياجا، دي اكبر مبادرة يشهدها العالم كله للحماية الاجتماعية. دي ما حصلتش قبل كده، وده هيتم ان شاء الله في استاد القاهرة. هيكون في مجموعات من الشباب بتجهز وبتعد الكراتين دي كلها عشان نبدا ان احنا نوزعها خلال شهر رمضان كله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد سيف النصر، مدير المكاتب التنفيذيه بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. ان شاء الله دايما نفضل قلوبنا على قلوب بعض، وان شاء الله دايما بيوتنا وقلوبنا عمار، لانه احنا المصريين العمل الخيري راسخ وقديم فينا ومكمل فينا بإذن الله ليوم القيامة.
سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعد كده نكمل فقرات. اهلا بحضراتكم من جديد. تطبيق الانستا باي وازاي نستخدمه وايه الفوائد اللي هتعود عليا ان انا استخدم التطبيق ده؟ التطبيق ده بينزل على التليفون، اقدر ان يكون ليا يعني اكسس على الحسابات البنكيه بتاعتي، اقدر اعمل تحويلات لحظيه تسمع على طول، ما تاخدش وقت زي البنك 24 ساعه او 48 ساعه، اقدر كمان اني اربط ما بين الحسابات دي وما بين محافظ ما. في النهايه هي مساله انه نقل الاعتماد على الكاش. ازاي هذا التطبيق بيشتغل وانا كمواطن هستفيد ايه من انه يكون عندي التطبيق ده؟ اعتقد هنعرف بالتفصيل. دلوقتي معانا على التليفون دكتور ساهر ضماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيره المصرفيه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. وايه اللي يخلي الناس تستخدم التطبيقات دي لو احنا بنتكلم هنا بالتحديد على الانستا باي؟ شوفي حضرتك، هو ليه ميزات كتيره جدا. اولا تقدري تستخدميه هذا التطبيق من البيت وانت قاعده في البيت، ما عندكيش مشكله. ده تطبيق الانستا باي، ان انت بتعملي مدفوعات لحظيه. يعني انت بتحولي دلوقتي من حسابك، هيظهر في ثانيه للحساب اللي وشغال طول الاسبوع وطول الوقت 24 ساعه، وده شغال 24 ساعه. وبعدين هو على فكره بيديكي مساحه في الحركه، يعني بيقول لك الحد الاقصى بتاعك في المعامله الواحده 70,000. طب لو انت عايزه تعملي معاملات يوميه كتير يقول لك يلا لغايه 120. الاقصى في بالنسبه للشهر واخد لك لغايه 400,000. فده يعتبر حاجه كويسه جدا. ده هو كان 200,000 والضاعف يا دكتور صح؟ الضاعف، والضاعف طبعا. ليه؟ لانه هو في النهايه القصه كلها ان انت بتتحركي ناحيه استخدام قنوات الدفع الإلكترونية، الديجيتاليزيشن، ما بتحركي عليها، وبالتالي بتسهلي الأمر على المواطنين، بتقللي إن الناس كل شوية تروح البنوك علشان تعمل أي نوع من التحويل. لا، هي قاعدة في بيتها بتعملها. هي بصي، أنا بسمي التطبيقات دي الحقيقة بقول عليها لفظ، أنت موبايلك هو بنكك. بالظبط، هو البنك بتاعك اللي بتشتغل منه. لما انت بتعملي ده بتريحي المواطن، بتسهلي له انه شغله في ساعتها يتنفذ بنك تو بنك، معاملات يعني مضمونه 100% ما فيهاش اي مشكله. فبالتالي دي تعتبر حركه قويه جدا، مش بس شمول مالي او التحول الرقمي، بل كمان هتعمل توفير في حاجات كتير. هنا يا دكتور عايزه اقف مع حضرتك عند النقطه دي. المواطن العادي ما يشغلوش خالص موضوع الشمول المالي ده، لكن يشغله انا كمواطن، او عشان هي الفكره ان احنا عايزين نغير ثقافه الاعتماد على الكاش، وده بقينا بنشوفه حتى في مصالح حكوميه كتير جدا ما بقوش ياخدوا كاش. وكمان حياتك زوجي حته صغيره، عايزه تقللي الناس تروح للفروع. اشتغل، انا عامله لك تطبيق بسهل لك الحركه، بوفر لك بنزين، بوفر عليك تقف في طوابير، بوفر حاله اكتئاب تيجي لما بتبقى الدنيا زحمه، فانت بتخلص شغلك على طول. الناس اللي هي مثلا في المشروعات الصغيره والمتوسطه، ما هي دي بالنسبه لهم رقم زي ده، تحرك يومي لغايه 120,000 ده كويس، فبيسهل الحركه على طول. ده اجمل حاجه في التحول الرقمي. وبعدين القوه، بتحولي لحظيا ومضمونة. انه التحويل يسمع في ساعتها، ودي بتبقى مشكله بالنسبه لناس كتير. طبعا، لان انت ساعات كنت بتحولي وتستني يومين ثلاثه، صحيح، وتتكلمي بقى تشوفي ها، وتفرق لو من بنك لبنك غير البنك، يعني مش نفس البنك يعني. بالظبط، لكن انت في ساعتها بتحولي تبصي ناحيه ثانيه تلاقيه وصل له خلاص كده تمام. فطبعا انا شايفه ان دي تطور مهم جدا ومطلوب، ولسه ممكن يتوسعوا فيها قدام، بس هما بياخدوها واحده واحده. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ساهر الضماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيره المصرفيه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. اعتقد ان احنا محتاجين نتعرف على التطبيقات دي بشكل اكبر، ومحتاجين ان احنا نستخدم التطبيقات دي، لانه احنا بس بنبقى واخدين الموضوع صعب كده في الاول، وتعودنا ندفع كاش
وخلاص انا بدفع بالطريقه دي، عايزه افضل ادفع بالطريقه دي. وخصوصا يعني الكبار كمان ما بيبقوش قادرين يتعاملوا مع الموقف قوي، لكن لو حد من الصغيرين عمل له تطبيق وابتدى يربط له الحسابات ويعلمه زي ما تعلموا مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وبقينا بنشوف اهالينا كلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقد ان ده مهم كمان بالنسبه لهم انهم يدفعوا فواتيرهم بالطريقه دي، يحاسبوا لو حد عامل جاي يشتغل عندهم في البيت بالطريقه دي، وبيبقى في نوع من انواع الحوافز كده اكتر لاستخدام هذه التطبيقات. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني الحقيقة، وموضوع مهم جدا، يعني كل الناس مستنية بكرة يعني ماتش الأهلي، وخلاص ده لقاء مهم جدا للأهلي في البطولة بكرة أمام سان داونز الجنوب أفريقي، ويعني مباراة حاسمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. الناس كلها مستنية الحقيقة، كل عشاق النادي الأهلي مستنيين المباراة دي اللي النادي الاهلي ما عندوش فيها اختيار غير انه يخرج بنتيجه ايجابيه. المره اللي فاتت هنا كانت النتيجه 2-2، علشان يتم التاهل لدور الثمانيه لازم الاهلي يكون محقق نتيجه ايجابيه في المباراه دي، لانه الاهلي دلوقتي الثالث في المجموعه عنده 4 نقط، اما سان داونز فهو المركز الثاني وعنده 7 نقط، الهلال السوداني طبعا متصدر المجموعه والقطن الكاميروني في اخر المجموعه. خلونا نعرف كده اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه غدا. معانا على التليفون الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير يا كابتن، ويعني لو تحطنا كده في الاجواء هناك، واللعيبه واصله برده من يعني رحله كبيره 10 ساعات. طيب كابتن هاني، هنحاول نوصل لحضرتك تاني علشان نقدر ان احنا نتابع كواليس يعني النهارده قبل اللقاء المرتقب بكره للنادي الاهلي امام سان داونز، وان شاء الله النادي الاهلي يخرج بنتيجه ايجابيه ونستمتع بمباراه قويه يكون فيها يعني نتيجه لصالح النادي الاهلي علشان يقدر انه يتاهل لدور الثمانيه. ان شاء الله كل التوفيق وكل الحظ للنادي الاهلي ولكل عشاق النادي الاهلي ان شاء الله بكره يعني يكونوا على موعد مرتقب مع المباراه دي، والاهلي يقدر انه يحقق نتيجة إيجابية ويصعد لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا. طيب كابتن هاني يرجع لنا. يا كابتن عايزين نعرف الكواليس اللي موجودة دلوقتي في استعدادات النادي الأهلي لمباراة غدا، ومتهيألي رحلة شاقة برضو 10 ساعات، يعني اللعيبة موضوع مش سهل، والمباراة الساعة 3، طمنا كده إيه الأجواء؟ مباراة صعبة جدا، الفريق النهاردة خاض مرانه الأساسي على الملعب الذي سيحتضن المباراة، اللعيبة كلها في حالة فنية رائعة، يمكن النهاردة كان في مشاركة للثلاثي المصاب عمرو السولية وخالد عبد الفتاح ومعهم أحمد عبد القادر، الثلاثي شارك في التدريبات بصورة طبيعية، يتبقى عمرو مشاركتهم في يد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر. كمان حتة الإجهاد كان اتكلم عنها محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي، وقال لك خلاص لعيبة النادي الأهلي اتعودت من الخبرات اللي خدتها الفترة اللي فاتت إن هي تلعب كل الظروف دي، وازاي تتغلب على الاجهاد وازاي تتغلب على تلاحم المباريات، والفريق كله ثقه وكله تركيز ان هو يرجع بنتيجه ايجابيه من جنوب افريقيا، لان زي ما بقول لحضرتك المباراه الاهم، اي نتيجه على الاقل غير التعادل، يعني لو الاهلي لا قدر الله تعرض للخساره غدا اعتقد ان موقفه هيكون صعب جدا في بلوغ الدور التالي، بالتالي هيكون في مشكله كبيره بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، وهيكون في تغييرات كبيرة جدا، عشان كده دايما بنقول ان مواجهة الاهلي وصن داونز هي اهم مباراة للاهلي. هي بقت قمة افريقية كده يا كابتن، يعني دايما المجموعات بتجيبهم في وش بعض، والمباراة مش سهلة، يعني صن داونز ما هوش الفريق اللي يعني يستهان بيه. طبعا طبعا هم بقالهم فترة الاهلي خلاص نقدر نقول ان هو بقى متمرس على مواجهة صن داونز، للسادسة تقريبا الاهلي وبيلاعب صن داونز في ادوار مختلفة في بطولة دوري ابطال افريقيا، حتى كان اتكلم النهارده برضو الشناوي على الجزئيه دي. بالنسبه للخبرات، لا الخبرات لصالح النادي الاهلي، لكن سان داونز فريق عنده عناصر جيده، معاه مدير فني عندهم هم صراحه يقدروا يصنعوا المدير الفني كويس، شفنا موسيماني وبعد كده رولاني لما كمل المشوار بعد موسيماني يحقق نجاحات، ايضا معاهم لعيبه جديده لسه تظهر للمره الاولى في القاره السمراء، اعتقد ان هم فريق جيد جدا، شفناه في المباريات اللي فاتت وشفناه هنا في القاهره امام الاهلي، اعتقد فريق صعب، لكن يبقى الاهلي في النهايه قادر على العوده من جنوب افريقيا نظرا بنتيجه ايجابيه لوجود خبرات كثيره جدا، اللعيبه دي بتلعب يعني اللعيبه اللي موجوده دي لعبت 3 نهائي دوري ابطال افريقيا، فما اعتقدش في
خبرات اكتر من كده، يتبقى فقط التركيز وان يكون التوفيق حالفنا بكره باذن الله. طب يا كابتن، انا عارفه انه في حفله غنائيه، في اجواء كده مختلفه قبل الماتش. بص، خليني اقول لحضرتك ان كره القدم مش اللعبه الشعبيه الاولى في جنوب افريقيا، وبالتالي فريق سان داونز واداره سان داونز عشان تقدر تعمل جذب للجماهير عملت التذاكر مجانا، وكمان قبل المباراه هيكون في حفل غنائي عشان تقدر تجيب اكبر عدد ممكن من الجماهير، وبيلبسوا التيشيرت الاصفر وبيبقى الاجواء هناك كرنفاليه يعني اخر حاجه زي ما بنقول. وبنتكلم في فكره كمان ان الجمهور هناك يعني مش متحمس لكره القدم، فبالتالي الاداره لازم تدور له على حاجه تجذبه بيها، وبالتالي كان قرار الحفل الغنائي، ودي مش اول مره تحصل، حصلت قبل كده. وده ما يشتتش اللعيبه يا كابتن هاني؟ ما يشتتش اللعيبه قبل المباراه؟ اللعيبه ما بتسمعش، اللعيبه ما لهاش علاقه، ده الحفل قبل انطلاق المباراه بتبقى لسه اللعيبه سواء لعيبه سان داونز او لعيبه النادي الاهلي بيكونوا لسه فوق ضوء الاقامه، ما حدش فيهم اتحرك. الحفل بيكون قبل المباراه ساعتين او ثلاث ساعات على الاقل. طيب التشكيل المتوقع يا كابتن هاني غدا؟ التشكيل المتوقع طبقا للمحاضره الاخيره وللتدريبات اللي يعني اللي عرفناها من هناك من مصادرنا في جنوب افريقيا، كان هيبقى محمد الشناوي راس المرمى، رباعي خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني ونعم وياسر ابراهيم وعلي معلول، في وسط الملعب رباعي اليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطيه، ومعاهم الجزائري كندوسي. خط الهجوم هيكون طاهر محمد طاهر ومحمد شريف. كولر بيفكر يامن منطقه وسط الملعب باكبر عدد ممكن من اللعيبه، ان هو تفكيره الاول في التعادل، لو قدر يحقق المكسب يبقى كويس، ما قدرش على الاقل ما يخسرش الثلاث نقاط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن هاني عبد الصبور الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على وجودك معانا، وطبعا كل التوفيق للنادي الاهلي غدا في المباراه امام سان داونز الجنوب افريقي. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا، خليكم دايما معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، واحنا داخلين على شهر رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين. بيبقى عندنا موسم يعني رمضاني درامي قوي، والحقيقه انه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بقينا بنشوف تركيز وتسليط للضوء على القضايا المجتمعيه الهامه جدا، وبما اننا في شهر مارس شهر المراه، فهنشوف انه في عدد من المسلسلات بتناقش قضايا هامه للمراه، وده يعني مهم جدا الحقيقه. ويمكن شفنا تاثر الناس بمسلسل فاتن امل حربي السنه اللي فاتت للنجمه نيلي كريم، وطرحوا للقضايا اللي احنا شفناها من خلال المسلسل. السنه دي هنشوف مجموعه من الاعمال اللي في جزء منها بتجسد فيه دور البطوله نجمات، وجزء منها بيناقش قضايا هامه جدا تخص المراه وبيطرحها للمجتمع. هنشوف مثلا عندنا المسلسل اللي بيناقش اوضاع المراه في الصعيد، وهتقدمه النجمه نيلي كريم، مسلسل عمله نادره. وكمان عندنا مسلسل تحت الوصايه اللي بتقدمه النجمه منى زكي، وبيتكلم عن مشاكل الارامل وشكل الوصايه وايه اللي بيحصل في هذه القضيه. كمان عندنا مسلسل علاقه مشروعه للنجمه مي عمر، وطبعا النجم الكبير ياسر جلال، واللي بيناقش ظاهره الزواج الثاني، ودي بكل تاكيد مش بس ظاهره بتمس المراه المصريه، كمان بتمس كل الاسر المصريه. هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن اهميه تناول الدراما لمشاكل المراه المصريه والاسره المصريه بشكل عام. معانا دلوقتي في الاستوديو الناقد الفني احمد سعد الدين، وايضا الاستاذه فاتن عريف الخبيره القانونيه والباحثه في قضايا المراه. اهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا. نبتدي مع استاذه فاتن، بما اننا في شهر المراه يعني بعد اذنك يا استاذ احمد. حيز للمراه ماشي. السنه كلها بتاعتنا. اهلا بحضرتك، وعايز اعرف من وجهه نظرك مساله تناول الدراما لقضايا المراه الى اي مدى شايفه ان ده ممكن يحدث تغيير في المجتمع؟ واكيد حضرتك تابعت السنه اللي فاتت تفاعل الناس بشكل كبير مع مسلسل فاتن امل الحربي، ويعني حاله النقاش الحقيقه والجدل الايجابي جدا اللي حصل حوالين كل القضايا بقى من بعد الطلاق والمتاعب اللي بتشوفها المراه علشان تقدر تصرف على اولادها.
طبعا اولا انا بشكر حضرتك. تاني حاجه بقول كل سنه وكل نساء العالم بمناسبه يوم المراه العالمي. الدراما هي حضرتك تقريبا هي يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن الاسره المصريه او المجتمع كله يبتدي ان هو يقعد عشان يتفرج على مسلسل. انا لو عايزه اقدم حضرتك ان انا بقدم موضوع، الموضوع ده هو بيكون شائك، بيكون مشكله، ازاي ان انا احلها من خلال الدراما، ازاي ان انا اعرضها. انا لما اجي اقرا الكتاب انا اللي بستفيد منه لوحدي، لكن حضرتك المسلسل هو بيدخل لملايين المشاهدين. صحيح. بنقدر يعني نعرض المشكله على المجتمع كله، وفي نفس الوقت المفروض ان احنا كمان بنوجد حلول، وبنخلي كمان الجهات المسؤوله بتحط عينها على المشاكل والمعاناه فعلا اللي بتعانيها المراه المصريه. كان عندنا نموذج اللي حضرتك اتكلمتي عنه اللي هو مسلسل فاتن امل حربي، اعتقد السنه اللي فاتت كان في معاناه كبيره جدا للمراه في اروقه المحاكم، في ازاي ان هي تقدر ان هي تاخد حقها وحق اولادها من الزوج اللي هو استحل يعني المنزل واستحل المنقولات واستحل حياتها كلها، فازاي ان هي قدرت ان هي تقف قدام المحكمه، ولكن ده خد منها وقت كبير جدا علشان تثبت حقها. الدراما هي عبارة عن صورة وانعكاس لقضايا المجتمع. ازاي بقى حضرتك ان انا اصنف الدراما ده هي ان هي فعلا يكون لها يعني لغة حقيقية، وان هي تقدر تحل مشاكل حقيقية داخل المجتمع. وانا بعتقد ان هو مش الدراما بس، واعتقد ان القوة الناعمة كلها لها دور كبير جدا في حل مشاكل المجتمع. صحيح. القوة الناعمة زي حضرتك البرنامج اللي احنا قاعدين فيه ده، هو ده يعتبر من القوة الناعمة، لان احنا كمان بنطرح قضايا وبنطرح افكار من خلال البرنامج، المجتمع بيتفاعل معاكي، وفي نفس الوقت الكتاب والنقاد بيتفاعلوا كمان مع هذه المشاكل. طيب نروح لحضرتك يا استاذ احمد، ومساله اختيار القضايا، انه نختار قضايا بعينها تطرح في دراما رمضان، وخصوصا دراما رمضان، لانه زي ما حضرتك طبعا عارف بيكون في متابعه قويه جدا ومتابعه اسريه، وده اللي يفرق ان احنا بنتلم كعيله نتفرج على المسلسل. وهنا الدور الكبير في للدراما في تصحيح المفاهيم، تصحيح الصور المغلوطه مثلا عن قضايا تمس المراه بشكل كبير. ازاي بيتم اختيار هذه القضايا؟ هو في حاجه اساسيه في الدراما. الدراما يمكن المسلسلات من حوالي 5 سنين كنا بننادي يا جماعه انتوا بتعملوا دراما بعيده شويه عن الطبقه الوسطى للمجتمع وهي عماد المجتمع. خلال السنوات القليله الماضيه ابتدينا نشوف دراما قريبة جدا من الأسرة وهي الدراما الاجتماعية. الدراما الاجتماعية فيها ما أقدرش أصنفها، ليه؟ لأن فيها مشاكل للمرأة ومشاكل للرجل ومشاكل للابنة والابن والجد والحفيد. الأهم من كل ده إن الدراما عبارة عن إيه؟ أو الفن عبارة عن إيه؟ هو انعكاس لواقع موجود. هذا الواقع إزاي أنا بصنفه بقى، أو إزاي أنا بعالجه كمعالجة وأقدمها للمشاهد في مسلسل أو في عمل فني يحمل رسالة. هنا بقى الإيه الأهم، هذا العمل يحمل رسالة سواء كان لحق المرأة لحق الرجل، مش حكاية تصنيف على قد ما المشكلة دي موجودة في المجتمع أنا بعالجها إزاي. أنا الدراما كمان هنا معلش نتوقف عشان الأستاذة قالت إن أنا بقدم حلول، الدراما لا تقدم حلول. تطرح. الفن لا يقدم حلول، ولكن يطرح المشكلة لمناقشتها ممكن مع المسؤولين. تمام؟ لكنه ما يقدمش حل، لازم دايما الحياة أو النهاية مفتوحة قدامه زي ما حصل في فاتن أمل حرب. بالظبط. طب احنا واحنا بنتكلم على قانون الأحوال الشخصية، هل احنا مطالبين نقدم مسلسل كمان نكمل من بعد فاتن أمل حربي على الموضوع ده؟ والله موضوع القانون الأحوال الشخصية أكيد يعني من سنة 75 الموضوع ده بيمس كل الأسر. عايز أقول لك على حاجة، من سنة 75 لما اتعمل فيلم أريد حلا، يعني إحنا داخلين من حوالي 47 48 سنة وهم بيطرحوا وبيتطور، واضح جدا إن هذا القانون محتاج إن هو إعادة نظر كل فترة لأن في مستجدات، وهذه المرأة ما هي الأم وهي الأخت وهي الحبيبة وهي الزوجة وهي كل حاجة، فمحتاجة أن هي تاخد لو ليها حق تاخده. كون أن الدراما تعكس هذا الموضوع على الشاشة يبقى هنا بقى الدور الأهم للمسؤولين اللي هو إيه، أنا عرضت المشكلة وإنتوا يا جماعة شوفوا هتعملوا. طيب عايز أرجع لحضرتك أستاذة فاتن، إلى أي مدى شايفة أنه الدراما نجحت في أنها
تحدث تغيير في الصورة النمطية للمرأة المصرية، وإحنا بنتناول قضايا بعينها زي الورث، وإنه في حتت معينة ما بيرضوش يورثوا الست، ويمكن ده لسه موجود في أماكن كتير يعني، ومسألة إنه يعني لو بنتكلم على الأرامل وكم المشاكل اللي بيتعرضوا لها، ويمكن النجمة منى زكي بتتعرض في مسلسلها السنة دي تحت الوصاية للقضية دي. شايفة إلى أي مدى الدراما نجحت في أنها تحدث تغيير وحراك في هذا القطاع يعني؟ إذا هاخد من كلام حضرته على أن فيلم أريد حلا، أريد حلا كان فيه مشكلة كبيرة جدا بتقابل المرأة المصرية في حالة لما بترفع قضية طلاق، من الوقت وإزاي أن هي تحصل على هذا الطلاق. قدرت السيدة فاتن حمامة ان هي تعرض حضرتك هذه المشكلة بشكل كبير جدا، حركت فعلا المسؤولين على ان ممكن ان هي تقعد 4 سنين عشان ترفع دعوة قضائية ان هي تحصل فيها على الطلاق، ثم بعد يعني بعد الفترة ده هي تكتشف ان هي لسه واقفة في نفس نقطة الصفر اللي هي كانت موجودة فيها. ده خلق ان هي حضرتك المسؤولين يبتدوا ينتبهوا لحاجة زي كده هوت، وابتدى ان هو يطلع قانون الخلع اللي هو من حق اللي هي المرأة ان هي تقوم برفع دعوة قضائية علشان تحصل على الطلاق فترة صغيرة. كذلك كان في مسلسل، انا اعتقد المسلسل ده ليه اهمية كبيرة جدا كان على المجتمع، كان بتاع صفاء ابو السعود، في مسلسل كان هو اسمها هي والمستحيل. هي والمستحيل دي كانت قضية صراحة كانت المجتمع بيعاني منها، اللي هي المفروض اللي هي البنت بتقعد في البيت ما بتكملش تعليمها، الأسرة شايفة ان البنت مش يعني مش ضروري ان هي تتعلم، ولكن الولد هو له حق التعليم. بعد كده هو لقت ان حياتها، ان الزوج حتى كمان اللي اخترع عشان ظروف معينة، وقت ما تخلص من هذه الظروف ابتدى ان هو كمان يتخلص من هذه الزوجة. عرفت قد ايه قوة التعليم، ان التعليم هو اللي باقي بالنسبة لها علشان تقدر ان هي فعلا تربي ابنها حياة تربية التربية صحيحة. المسلسل بتاع فاتن أمل حربي بتاع السنة اللي فاتت عرض قضايا حضرتك فعلا نحن المحاميين بنعاني منها في أروقة صحيح. المحاكم احنا عندنا حضرتك علشان تيجي ترفع دعوة قضائية بتاخدي في طول للإجراءات القانونية، في يعني قيمة النفقة اللي بتطلع لا تساوي القيمة الاقتصادية الحقيقية، لما بيبقى في تحايل حضرتك من الزوج على ان هو بيغير عنوان المسكن، بتدوخ المرأة علشان ان هي تطلع حضرتك العنوان بيها، غير كده عليها عبء الإثبات في كل المحاكم، عليها عبء الإثبات الدخل بتاع الزوج، عليها عبء الإثبات اللي هو حضرتك محل السكن بتاعه، عليها عبء الإثبات صحيح. على ان هو ما عندهوش يعني الزوج المفروض ان الزوج لو الام موجودة وما لهاش معاش ممكن ان هي كمان تدخل كل ده في النفقة، كل ده هو في حوالينا. عشان كده كنا يعني شايفين انه حديث السيد رئيس عبد الفتاح السيسي عن مسألة صندوق الدعم الأسر المصرية المتضررة من قضايا الطلاق ده شيء مهم جدا. انا هكمل لكن بعد الفاصل هنروح فاصل ونرجع نتكلم عن كمان القضايا الجديدة اللي بتناقشها الدراما السنة دي، مسألة تمكين المرأة ولأي مدى ده مهم، وإن شاء الله يتحقق كمان مناقشته وإنه يوصل للمجتمع بصورة صحيحة من خلال دراما رمضان 2023. هرجع وأكمل مع ضيوفي، لكن خلوني دلوقتي أروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعد نكمل. أنا حاولت، أقسم بالله حاولت، أسفة اللي هعمله يا حبيبي والله، ما كانش عندي حل تاني، أنا تعبت أوي. وهي العمودية دي حاجة مهمة؟ الكل لازم يعرف إن إحنا اللي بنوزع الأدوار وإحنا اللي بنفرق الورق. أنا صفية الفارس، أنا صفية الفارس.
ولاد الكلب. هنمد ايدينا بالسلام، ما سلموش نسلم عليهم بالسلام. سيبنا لك البحر يا شربايه، انت واخوك اتغرقوا في الناس الغلابه. ده مشروع انا عامله لتل شبوره. الغابي هو الذكي اللي فاهم انه ذكي لوحده. مبقاش كمان نقصات عقل ودين يتكلموا. العالم بره هيحتاجنا وعمره ما هيقدر يستغنى عننا. اللي يعرف يخلص يشيل. انت عارف بتكلم مين؟ انا هجيب لك حقك تالت متاني. وين ما رجعش؟ انا عارفه انت جايه هنا ليه. هو انت مش قلتي الكلام الخيبان ده قبل كده؟ وانا قلت لك هسجنك. هو ده القانون يا حضره العمده. ولا عم لازم يبيع واحنا اللي هنشتري. لو فتحت بوقك في الموضوع ده تاني بيكون لك عيش فيه. ده الناس اللي ما تعرفش ربنا. درغام بيضغط بغباوة. عايز تحرق ارض الفوارسة؟ خوف بقى ولا مصلحة؟ السم ده تخصص الدهايشة يا كابتن. المهم دلوقتي لازم نوقف اللي اسمها صفية دي عند حدها. دكتورة صفية عارف الفارس؟ عمدة تل شبور، عمدة تل شبور. زي ما حضراتكم كنتوا بتتابعوا معانا برومو مسلسل حضرة العمدة للنجمة والفنانة روبي، والواحد الحقيقة متشوق انه يشوف المسلسل، شكله هيكون مسلسل لذيذ الحقيقة، وبيناقش قضية مهمة جدا وهي مسألة تمكين المرأة، وانه نشوف ست عمدة، واعتقد ده حصل مرتين يمكن في كفر الشيخ واسيوط، ويمكن وقعت اسيوط على وجه التحديد الست كان ليها دور كبير هناك في حل قضايا طار ما بين عائلات. فيعني مهم جدا ان احنا نتكلم اكتر عن مسألة تمكين المرأة وايه المشاكل اللي هتقابلها لما تمسك العمودية، ويمكن ده هيتحقق بالفعل مع الفنانة روبي داخل مسلسل حضرة العمدة. ارجع لحضرتك يا استاذ احمد، وانه نطرح قضايا زي دي للنقاش، واحنا دلوقتي بنشوف انه الحقيقة الست المصرية اخذت قسط كبير من العدالة الاجتماعية. طبعا الستات بتطمح في المزيد، ومسألة انه ست عمدة زي ما كنت بقول هو حالات ما هياش كتير. هو الحقيقة لو جينا في الواقع هنلاقي ان الست تمكنت من وظائف كتيرة، سفيرة ووزيرة ومحافظ وحتى سائقة عربية لوري، موجودة في كل الأشغال. هقول لك بقى رد الستات يا أستاذ أحمد، إنه ده العادي والطبيعي وإنه حقنا كان منتقص وما كناش بنعمل. طب هو في حد أساسا قال لأ؟ أولا قبل كده بعيدا عن حتى العرف المجتمعي كان بيقول لأ. في حاجة أساسية، في حاجة أساسية، ادخلي أي بيت عماد هذا البيت هي المرأة. صحيح. ده وزير المالية والاقتصاد في البيت هو المرأة، ولكن هنا إحنا شايفين حكاية عمدة وفي الصعيد تحديدا سلطة تنفيذية. وفي الصعيد تحديدا عملية صعبة شوية، مش على المرأة ولكن على العادات والتقاليد والموروثات الموجودة في المجتمع من زمان. فكون انه في واحدة تقدر توصل لده، ده هنا بقى دور الدراما، انه هو يجيب هذا النموذج ويوريه للناس، لان الناس برضو بتتعلم. الدراما فيها جزء ترفيهي وجزء تثقيفي وجزء توعوي. فبتشوف العمل ده وبتقول والله ممكن، ليه لا، خاصة ان في نماذج حقيقية موجودة في هذا الموضوع. اذا الدراما النهاردة بتجيب الموضوعات خارج الصندوق. وخارج الصندوق اهم حاجة كيفية معالجة هذا الايه العمل. فبتمكن المرأة من ان هي تبقى عمدة، ودي حاجة جديدة في مجتمع ذكوري في الصعيد. ده نحط تحتيه ذكوري في كل حته والله يا فندم. لا هناك يعني انا معاكي، بس هناك ايه اماكن زي الدلتا او غيره ممكن تتقبل، لكن في الصعيد دايما كان ميراث في حاجات كتيره، لان العادات والتقاليد بتطغى حتى على القوانين او الشرع في وقت من الاوقات. فهنا بتبقى صعبه، لكن كون ان الدراما تقدر ان هي تجيب هذا النموذج وتعالج، تعمل معالجه بشكل جيد وتعرض هذا العمل زي ما شفنا البرومو بتاعه، بالتأكيد هيبقى عمل ناجح واحنا مستنيين. صحيح. وقتنا انتهى، لكن عايزة أختم مع حضرتك يا أستاذ أحمد مسألة أنه نتطرق لمواضيع زي الجواز التاني، وإلى أي مدى ده لما نتطرق له في الدراما يكون فيه يتماشى مع الآراء الدينية وما يخالفش الدين، وفي نفس الوقت لا يقيد حرية الإبداع. في حاجة مهمة جداً، كل العادات والتقاليد الموجودة أو الظواهر الموجودة في المجتمع تستطيع الدراما أنها تتناولها، ولكن بيتوقف ذلك على براعة الكاتب.
ازاي بيمشي في خط كده بحيث ان هو لا يجور على الحق الشرعي او الدين او كمان عادات وتقاليد المجتمع. الحق الشرعي والقانوني هنا بقى براعة الكاتب بتظهر. فبيجيب الجواز الثاني واضراره، وطبعا هو شرعي، ولكن ايه المشاكل اللي هيصادفها هذا الزواج سواء الرجل او المرأة. هنشوف بقى في مسلسل علاقة مشروعة. استنى بقى ان شاء الله. يعني انا بشكركم شكرا جزيلا استاذة فاتن عريف الخبيرة القانونية والباحثة في قضايا المرأة، وايضا الناقد الفني استاذ احمد سعد الدين، شرفت بيكم النهارده في التاسعة. شكرا جزيلا على وجودكم معي. كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهارده، نشوفكم دايما على الف خير.